هذه مدحوينها ذلك مريكنكا ومدحوينه شنيا فرطناد إيه ذلك مريكنكا كان نقضى مدحوينه حسي أعطي تاسيواي لعويلي حويلي دي بوه الرئيسي إيه ذلك مريكنكا نقول لهيد مدحوينه وحيلري كلينتون أي يدنا أنا سيوتقلين إن ذلك سي مريكنكي ويشو حويلي دي بوه الرئيسي إيه مدحوينه كان نقضى ذلك سي مريكنكا رامجكاً وحايف رحضة وسؤال كويدين دونا بروفسير أحمد إسماعيل سمطر ودقين قبل كامين الصوتة أولا ودقرنا يو عانا بروفسير سوماليا أو آد مشهد أوغن ركسان تهي أقوان تيسا إيلا الصوت فلين عسياس لها سيبا دالك مرايكن كو كنو ليحي أو آد أولا صوتو بروفسير أحمد إسماعيل سمطر وخاتك تيتو سوى قجرا إني قدونا سياتي وحي سويدين لدونا ترامب دينا عارمها الصومالي دا دالك الصومالي يقود حاب الصومالي دا مركا ليغو أيا سياسة دودو وها لسويدين دولدي كور ريقاب كي يولا معامل شرين وها سويدين دولد أوليس دونو دونالد ترامب إحس بيغا شموريغو نوع من غدون تا وها سيدو كلانا لسويدين كرنا أقوان تا أولي حي دونالد ترامب لنا سياسة دي أدوم كان ركوغو رسان بيغنا مقالو أد أي سمالد أو خضر حي سوا دونالد ترامب أي حل يدي سمد كان انتان لقارين دور الشدا سند کی سیدی دی بلاد ای اولوها ادغی کنه حیی لبادی هوگامی حسبیه در فرانسکا اما حسبی چموریگا ایا وحا لویدی سیدو اوس افشاری لحه بر عبده دی مدوین کی اون سونا فنی ات کا اوگا ادواش سی دنی در رگل بیت که ای سیبا خدات کم مری ندا بددا گان ک عربن ایو بددا ایندیانوشین کیلایو بددا مدعس دونالد ترامب يبي يجي إنه حتى بقى هذا الوجه اللي يي يوصله كله بروفيسور أحمد إسماعيل سمطري إنه يدين دونالد ترامب نوش الروح السياسة هلا قفلي كرو إن دونالد ترامب هو كو اللي يكو هير دين دونه يكو آنو هير دين كرين أما يكو هذاك تاي أما هو يسكت بدل دونه وها مغالك هو ريا داون دونتان دونالد ترامب أو وريه ويدي سيدا سيدا هو أركو برعبالي دا سومالي دا وحاوكو تشوابي مرکو ورای افکار انگلیسی هر کلی گیست نمتن یه دو کوبنا آن دین ترکی می دور آشها بود lack of respect recently how would you handle it President Donald Trump it's again a total lack of respect for this country and maybe even for the world give me one good admiral and a few ships I would wipe them out so fast can you believe they're holding 40 ships 800 and some odd men and women I guess And we do nothing. And these guys are like, this would be easy. You give me one good, smart, tough admiral and a few ships, I would wipe them off the face of the earth. They would go so fast, they wouldn't even have a chance. Can you believe that these guys are taking tankers that are 1,000 feet long, that cost hundreds of millions of dollars? Donald Trump, سيدي أولا ما عاملي لها أما بماشي وقساري لها برعا بداية الصومالي ده وحاو شيقي هادي وحيري لها وانتي عن لطوراني مراكيب تدقالك وقعانتي ساصدح مركبو نوع دقالك وحيري لها إن وكوب حاقي لها أما بكو حاري لها برعا بداية ده وحاو شيقي إيلي تايوح واصدا هذا الكون لدي آن احترام لحي برعا بداية ده استمر كاسينا آن إلالين فرعضا وحا تاسي كمي ده حايد وحيامي لقو يديرين على الصومالي ده دونالد ترامب إيش نكهة جوابه وشجعه هادي ومدحون مركزي نقول له وأنت أنا طورنا إن وأديك سلها خبكا مراكيب تدقال كأجوبة حبا إلا وشجع برعبضيدا ومركيبة لبيك سلها وارنتها حبا عجيب كا أي كم يتعب لين عقلي نيجينا الصومالي ده ذلك مريكان كا أي أنت بنا وحيك سوغلان قاب قحوتية ولبا سنده لورن كرو لباتن كي سنة ودود دنبيهي وحا آد لوغا دربي لور قبل أو قبل دا يكمي دي حين منسوطة أوهايو يسدو كلانا ميلاك كلا أو قبل دا كلا دواني دالك مرايكن كا أيا وحا لكين تشيري قحوتي بدن ولغا كيني دالك مرايكن كا كوا سيؤول لدي تشيي قبل كا منسوطة يدو قار كودي لدي تشيي قبل دا ليلا حدو نور داكوتا إيو قبل كلا أو كمي دا وكلو قبل كاسي أسيا تيايس ومسو أورورين قبل كم بريسوتا وقالوا إن كيسة متانها إيه مينيابلس إيه سين بول هذا بقى دونالد ترامب مرو كهل لي قحوتيك الصومالي ذا أي وحا ويري أو كهل لي الصومالي ذا مريكن كا أو واركو إلي حاليس كوي هين ذلك مريكن كا واسدو شاقي أي حاليس كوي هين وإسلام كاسينا و
وسجل صلاة الكون لجاي أي تاجران كوحدة لين هذا داعش وحا هذا اللي يصير كم ذا دونالد ترامب سلطان. Oh Minnesota, do you know what's going on? Do you know what I'm talking about? Do you know what I'm talking about? Oh, be politically correct. Just nod, quietly nod. The whole world knows what's happening in Minnesota. The whole world knows what's happening to you. Hillary wants a 550% increase in Syrian refugees pouring into our country. And she wants virtually unlimited immigration and refugee admissions from the most dangerous regions of the world to come into our country and to come into Minnesota, and you know it better than anybody. Donald Trump, madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka, oo maruu ka hadlayay Minnesota ayaa wuxuu yidhi reer Minnesota isagoo weliba cod calaacala oo garowshiya ugu hadlaya waxa uu yidhi waxaa aad ogtihiin xaaladiina oo aan laydinka warrami karin waxaa laydin keenay qaxooti fara badan oo laga oo soomaaliya ayuu sheegay isagoo oo markaasi ka hadlayay Donald Trump tirada badan oo markaasi la sheegay inuu buunbuuniyey oo kuna sheegay 500,000 oo ay doonayso Hillary Clinton waxaweynadii la tartamaysay in ay kusoo kordhiso qaxootiga sii joogay gobolka Minneapolis gobolka Minnesota iyo dabcan dalka Mareykanka intiisa kale. Haddaba khadka telefoonka waxaa si toosa ugu jira Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo ku sugan Minnesota. Professor Axmed, marka hore isagoo ku salaamaya inaad maqa saara jeedee si fiican baan anagu kuu maqlaynaa farsamadana waxaan rajaynaynay qayb tahay noo hagaajiya laakiin anagu aad baan kuu maqlayaa daawadayaashuna si fiican baan kuu maqlayaa Professor Axmed Ismaaciil Samatar dabcan doorasho sideed bilood iyo sanadii sideed bilood oo lolaheedu socday oo xooggan baa ka dhacay dalka Mareykanka oo dhexmaray Hillary Clinton oo aan ku cusbay dhinaca siyaasadda iyo nin dhinaca siyaasadda ku cusub Trump baa la doortay bulshada in badan bay la socotay wuxuu ku ololeeyey waxyaabaha qaar badan yar ka soo qaadanay dhinaca soomaalida iyo saaxiib khuseeya siyaasaddii lagu doortay la odhan karo waa uu ku helay codka Professor Axmed ma umaysa Donald Trump inuu wax ka bedelay horta arrinta ugu horeyseen dadka idin dhegeysanaya in ay fahmaan oo ay gartaan aan wax u dhigiy dimuqraadid wadanka hore uu ku dhaqmayay markaasi muddada 200 sannadood ku dhow khaasatan wixii ka dambeeyey 1960-kii waa wax aad iyo aad lagu farxo oo qof walba halka uu joogo codkiisa inuu ka dhiibto isagoo cidi khasbayn iyadoo cidi musuqmaasax gelinayn iyadoo oon buuq la gelinayn dimuqraadinimo nadiiftaha ee qof walba loo ogol yahay xaq uu leeyahay inuu codkiisa dhiibto iyadoo waddankan ay ku nool yihiin 320 million oo qof waa wax lala yaabo oo aad iyo aad qiimo weynuna oo adduunada kalena inay ku dayataa soomaali hadday ina maqlaysana inay ku dayataa taasi waa kow dabadeetana tiradii marka qof walba codkiisu codbota in la siiyo oo tahniyad loo diro oo sidaa dee lagu kaco iyadoo laga yaabo siyaasadda iyo mabaadida in aad iyo aad layskugu diidan yahay laakiin haddana kala dumkay dhacdo in sida ambaryo loo siiyo maftaaxii dowladnimada loo dhigo taasina waa talabaad madaxweynaha Mareykankuna siduu ugu wareejinayay waad maqlayseen maalintiiba weyn waanad arkayseen bay ila tahay si nadiifa in la wada sheekaysto iyadoo xagga siyaasadda aad iyo aad layskaga soo horjeedo Obama iyo Trump ana shaqa isku lahayn haddana dee waddankaa la wadaagaa madaxtinimadaa la wadaagaa dimuqraadinimadaa la wadaagaa in maftaaxii markaa loo diibo man haddii aan ku guulaysay doorashadii intaa horta waa iga horda arrintii waxay noqotay qaxootiga dadka soomaalida iyo siyaasadda Trump uu wato siyaasadda uu wato iyo inta la socotaba waa mid aad iyo aad u foolxun waa mid laga yaabo inay keento dhibaatooyin fara badan waddanka Mareykanka waxaana ugu horeeya dadka aan caddaanka ahayn madowgu ay u badan yihiin iyo inay dadka qabaan warwarka weyn qabaana waxa weeye qofkan imika la doortay Donald Trump oo lagu yaqaanay inuu yahay qof cunsuri ah
ودك مدو آدو نعب وحيطا مركي ويراء إيس أوي آده ولن نولا أي حوشنا وبيزنس كسو ودي هذه هي جيدة دك مدو ودي بجري إنو عمباق الأولي هيكا كرايو أما إنا يوشك أيام مكا عصولية باللفتك هكي جيكتا داد بدنا أي آدو ولا عسينيهين تاسي واتا اللبات فتدحات يا سيدي سوي حوي مركا إن وبسكود ديروه dadka ka wadan kan deganaaya cadaanka ah oo iyaga fahanta u jeeda xooti badankoo uu ku yimid muddo laga joogo 100 sano oo ama 100 sano oo ama 100 sano oo ama 200 sano iyo dadkii dhawaan soo galay wadanka oo Soomaalidu ay ugu dambaysto war iyo dadkaana isku deeda uu ka faa'iideysto colaad dhexmartana barnaamijkiisa aliye tabiga marka in uu ku dhalan dayaa ah in dadka dhigilay galiyo kuwa dambe ee la keeni lahaa wadankan ee amba dagaalo sida Siriya oo kale ay soo eriyeen amba dee wali dalka Soomaalida ee qasan dadka qaxootiga ku nool xerooyinka ee la keenayay waxaana in la joojiyo ayuu soo jeediyey waxa kaloo soo jeediyey dadka muslimka oo dhan meel kastaba ha ka yimaadeen qof raadiyo waa muslim inaan wadanka Mareykanka soo geli karin oo laga mamnuuco waana waxay ka mid ahayd waxyaabihii uu ku dhawaaqay marka hadalla aad u foolsan oo keenaya dhibaatooyin badan wadanka Mareykanka oo laga yaabo siyaasadda wadanka inay qasto oo dadka isku dirto ayaad moodaa inuu soo hordhigay wadankii Mareykanka oo dadkii maxaa cadaanka ahaa ay codka ku siiyeen waday Professor Ahmed Ismaaciil Smatar aad baad u maasantay saad u sharaxday dhinaca kale waxa jira isbeddel markii doorashadii uu helay codkii uu helay in la dareemay in waxyaabaha qaarkood dabac sameeyey insaanahan waxaan eegay webpage-ka ama internet-ka uu Donald Trump ku leeyahay boqolka cishee ugu horreeya waxyaabaha uu qabanayo arrimaha ugu horreeya waxay ka mid ahaa dhisidda gidaar u dhexeeyey wadanka Mareykanka iyo dalka ay dariska yihiin dhinaca koonfureed ee Mexico dhinacaas muslimka arrintaa waxaad moodaa inuu ka yara ka saaray oo ka saaray inuu tallaabadii ahayd inuu mamnuuca muslimka soo gelaya in meeshii laga saaray websaytkii qodobadii ku jiri jiray markaa ma la odhan karaa in siyaasaddii uu ku ololeeyey qaarkood aan u meel mari karin wuxuu ka geli kartaa oo hadda dee qof rumaysanibo ma jiro sida dadka dadka Mareykanka ay intiisa badani ma rumaysna in caqliga geli karayso gidaar weyn oo sare sida Israa'iil iyo Palestiin oo kale gidaar caynkaasa in la dhiso oo weliba isagu uu yidhi lacagta lagu bixinayana wadanka dowladda Mexico ayaa bixin doonta waa oo intii soo baxay waxa siinay ka tahay waxaan aqliga gali karaa ee dhinaca wadankan cadaanka moogay cid kale inaan ku noolaan ayuu dadigu raadinayay si uu codkana u helo laakiin maleen maayo taasi inay suurtagali karayso in deer weyn ama gidaar weyn halkaa laga dhiso xuduudka dheer ee u dhexeeya Mexico iyo wadanka Mareykanka laakiin wuu hadal hayn doonaa arrimahaasi waa kuwa lafta kaga jira maskaxdiisa iyo jidhkiisa dadka soomaalida iyo dadka muslimkuna aad iyo aad ayay u warwarsan yihiin intooda badani in ay wuu khaasatan dadka qaxootinimada wadanka ku yimid meelo hoose shaqadoodu ay tahay ee wax badan aan baran Mareykanka wuu jecelyahay qof wax bartay meeshu doona adduunyada ha ka yimaadeen oo aad waxu bartay oo farsamare ama xoola haystaa wadankan inuu yimaado dego aad baa loo jeceyay waa la soo dhaway laakiin dadka loo jeeda waxa weeye dadka masaakiinta ah ee wadamada dagaalada ka dhacayaan ee qaxootinimada lagu jeedin oo laga yaabo inay kuleeyihiin Mareykanka ka faa'iideysan karo dadka ayaa loo jeeda iyagoo dhaqankooda oo ka duwan wadanka Mareykanka war iyaduna waxay isweydiinle dhinaca maadaama uu yahay qof ganacsada weliba dhinacan Mareykanka ganacsigiisa uu badan yahay walow Yurub lafteeda ol xataa wadamada muslimka ay ka mid yihiin Imaaraadka iyo Turkigaba uu ku leeyahay goobo ganacsi siyaasadda uu aqoon u leeyahay ay matalan Soomaalidu inta badan dowladda Mareykanka waa kuwa ka raadiya taageero ha noqdaan ciidamada Afrikaanka ee jooga Muqdisho oo kale dhaqaalahooga qayb ay bixiyaan dhinaca tababarka ciidamada dhinaca Trump wuxuu sheegay in la isku filaado oo Mareykan marka hore uu daryeelo ta Mareykan ka taliyo wadamada ma soo jeedin iyagu marka hore isbixiyaan marka taasi saameyn bay ku yeelan kartaa arrimaha Soomaaliya matalan nabadeeda iyo dowladda loo dhisay ka dabayay ee Soomaaliya oo Soomaaliya iyo Soomaaliya marka ciidamo Mareykan ah oo Soomaaliland jooga ma jiraan laakiin Soomaaliya iyo Muqdisho
وحوي فرتا دورنا هلقوها يا هدي مريكن كو أو لعكتي أو بشيني لعكتا وقوبة دنا مريكن كو بشيو صوماليا سيو مركو قياس تلا صغره وحوي لعكتا لقوت حاجة دتك قحوتيجا إحروين كفرحة بدن لدجن أما ودن كجودي إذا صوماليا هالنقطة أم بدي بدها كوكويا لهالنقطة هذا هو غريب واحد إنجليزي قال لقوي لا هو humanitarian assistant وحصلنا أنا ما توحي نظرة دارما إذا ماذا في الأرض سيء يا الشباب سيد الأرض على ما يدعي سيد وحاس متى واحد مدى ترامب سياستي سحقة international relations كحرير كالدنيا إذا أرما هو قول ريا إذا نطور وردن كي الدول اللي يما رأيك أن إيه نطس مدر ديستان أرما قصاصة أمدتو هالنقط وأسوقوي waa amma tahay ma qoto Soomaaliya ciidamadeeda wixii taageeraya la siinayo xagga gishiisada in isku filashahaas uu inuu yahay mid aan doonayo inuu riixo uu leeyahay Mareykanka oo wax walba yahay la saari mas'uuliyadda adduunyada ee wadankii wax la leeyahay dantii isku kaayay xiday ayuu leeyahay waa in la qaybsado wixii kharashay wata iyo hawsha ka imanaysa in la qaybsado waa in ma ay taalta Soomaalidu inay ka baxsanayaan laakiin waxa isweydiin la Soomaalidu kartid oo yeelanaysa inay isku filato واضح. إن مدبر إن حسية طال شيء كتير على الصومال لأن إن طبعاً قطب هذا الصومال ده نحدي إذا يدي معدة كل الصومال لأن كذلنا أيها اللي ودهم بيسي إن سياسة نعمو ولاي ما كرا الصومال لأن رود لا تصل نضوي ضد أمريكان أيوه معاملية لكن أنا يوافقون صن دل ما قرن الساس ده ودن واضح بنا دولة دي سر ورئيس دونالد ترامب أو لا لأيجي يدك كوهر سن أيه ضد مثلاً إن جوفرنر كي هو إن نيويورك ستيت كا روبي إن يو أيه ضد أن ويا أرجني وسياسة ده عالم كله هاي بالا فيلا يعني كوهر سن وركا وركا فرصة بيجي تسمعني لين يا سمعني لين أنا حوشة أكثر أفضل سيدة الله إليا الدنيا دو إن إكارتو إن الثماني لان أي تهي ودن قولي متاقن ونصون نقضي حرية دي أي داشد أي حلان أي سمايستين كون يسدال بغولي يليزن كي بيشي جوليحي اللباتن كي سيدة الدنيا دو أكرمش إنتي دو بدني وحي كوحي لان تهي شقادة الثماني لان داد كي وعي لي مادان هي مدحديد وي الدنيا دو تفتن باك جرا madaxweynaha Mareykanka ama Obama ha noqoto ama Trump oo soo socda ha noqoto ma waxa uu xaqiiqay in karso oo marka dad si kala dhigno xadleedahay waxay Trump kuma xidhnaa dhinaca ololaha Soomaalida ku xidhantay taadii ku gudubno in dhinaca Soomaalida Mareykanka uu noqono aduu muddo dheer baad degay dalka Mareykanka dowlado badan oo isbedelay dimuqraadiyadda sheegtay in cod markii iyagu siyaasiyan si adag u loolamay oo loo kala baxay culad ba ka dhaxay taageen in haddana si yar oo fudud xilka ay u kala wareejiyeen taa marka laga yimaado Soomaalida iyo dadka muslimkii miyey jiraysa wax walaaca oo ay tahay inay qabaan oo tusaale ahaan imika waxaan leegina dadka Mareykanka caadiga ah ee Soomaalida ahayn wax la sheegay in tiradii ugu badnayd ay eegtay in sidii ay ugu haajiri lahaayeen dalka Canada ee dhinaca waqooyi ka xiga haddii Trump uu noqdo madaxweyne habeenkii la doortay Donald Trumpna waxaa la sheegay Canadian Immigration website kiida ama xafiiska socdaalka ee dalka Canada in website-kiisii uu howlgabay marka ay badatay tiradii badnayd ee booqanaysay iyagiisa shuruudaha Canada loogu haajiri karo marka Soomaalidu miyey mudantahay inay ku tala galaan inay ka haajiraan dalka waa laga yaabaa inay jiraan dad Mareykanka oo
qalbi jab uu ku dhacay oo markaa islada waddankan iska kala ayuu noqonayaa meel anigu aan doonayay inaan ku noolaado islaan ugu noolaan jiray ma ahay waynan kanada u guuro ayay noqonaysaa waa arrimaha dadka Mareykanka qaar ka mid ahi ay yeeleen markii dagaalkii Vietnam uu socday oo dad badan oo dhalinyaray waddankan ay naaceen ay diideen inay ciidamadii Mareykanka ku biiraan ciidan u dirayay Vietnam marka waxay u guureen Canada iyo Yurub iyo dalal kale ayay u guureen dad sidaa usii fara badan maaha laakiin waa wax lacag kara weyn u malayn maayo taasu halkan inay ka dhacayso iyadoo waddanku wax kale de halhal cusub iyo macaanku lahay instability aada u culus ay soo gasho mowgii u malayn maayo waa laga yaaba haddii dagaalo cusub oo ninkani qaado oo markaa dhalinyaradii la yilahaa ciidan ka filayaa dadka Mareykanka ee kasoo horjeeda Trump oo ay intiisa badan dadka intiisa badan oo kasoo horjeeda waxay daawan doonaan oo indhaha ku hayaan siyaasadda uu la yimaado ama si dibadeed ha noqoto arrimaha lala dhaqmayo adduunyada kale sida loola dhaqmayo ha noqoto ama ha noqoto waddanka gudihiisa dimuqraadinimada dhaqaale diska maxaan ku raa xuquuqda bini aadamka arrimahaas waddanka gudihiisa internal iyo external labadaba ay ala daawanayaa marka wixii kasoo baxayay dadka intiisa badani ay wax ku qaadan doonaan laakiin Mareykanka dad aad iyo aada u fara badan oo laga yaabo aqlabiyadda Mareykanka inay tahay ayaa calooshooda ay caawo aada ugu xun tahay oo waxa aan aan filayn oo markaa laga yaabo dastuurka inay labada suul inay ku taagan yihiin waatay dhinaca kale natiijadii kasoo baxday ama qaabka ay dadka qaar uga jawaabeen waxaa ilaa hadda socdaa munaabaxyo oo qaarkoodba gacan ka hadal gaaray oo sida lagu qiyaasay shantii magaalo ugu waaweyn ee dalka Mareykanka ala yidhaahdo waaweynba afar ka mid a ayaa mudaharaadadu ka dhacayeen marka mudaharaadadaasi wax natiijo ama dhalin karaan oo ma noqon karaan kuwo natiijadoodu ay noqdaan inay gabobo gaboobaan oo aanay sii soconin ama in ay saameyn ku yeeshaan kalsoonidii shacabiga Mareykanka ku qabeen Donald Trump dee mudaharaadadaasu magaalooyinka waaweyn maaha magaalooyin yaro badanna way ka dhacayaan laakiin ma bedeli karaan wixii kasoo baxay natiijadii kasoo baxday doorashada ma bedeli karaan oo dadka Mareykankuna ogolaan maaya waayo haddii taasi ay sidaa u dhacda de markaa waxa khalkhal gelaya dimuqraadinimadii iyo distoorkii iyo waddankani siduu u dhaqmayay de 200 iyo 300 sannadood marka wax ka bedeli maayaan doorashada wixii kasoo baxay laakiin waxay u qorayaan briiyodna ay noqoto mid midigta fog ah oo xuquuqda bini aadamka waddanka gudihiisa koob xadgudubta adduunyada kala dagaala iyo dhibaatooyin keenta xagga macaqa bayac mushtariga maxaan ku lahay si kale u xixidha oo laisfahmi waayo laga yaabo inay china iska hor yimaadaan si buuxda waa dhaqaalaha labaad ee adduunyada ugu weyn marka dadku way eegayaan mudaharaadkuna waxa ay markhaati keen yihiin caloolsumada ay doorashada go-aankeegi iyo wixii kasoo baxay ay keeneen laakiin halkaasna looga dhaqaaqayaa waxay ku xidhnaan doontaa waxa uu la yimaada dee bildabed laba dalood dabadeed marku madaxtinimada waddanka qabsado sida uu dhaqmo sida uu hadlo dadka oo dowladda u dhiibo xafiisyada waaweyn waxay yihiin waayo dad badan baa halkan jira oo aada iyo aada u cadhaysan oo dadka Mareykanka inay ku soo qoraan xukunka waddanka inay madaxdeeda noqdaan isagu uu hadal hayo marka halkaa la sugan yahay in maxaan ku lahay arrimaha culayska uu soo baxo waxay noqon doontaa dowladda uu dhiso iyadi waxa uu ku dhaqaaqa arrimahaas sa adigu aada u sheegtay boqolka maalmooda ugu horeeya amba 200 300 maalmooda ugu horeeya arrimaha uu ku dhaqmo taasaa la wada sugayaa laakiin dad badan ayaa calooshado weyni ay iminka ku jirtaa oo si aada iyo aada u cadaysan watay brofeser haddaad sharixi karto tan oo kale iyadana waxaa jira waxaynu ogsoonahay marka cod ahaan la tirinayo dalka Mareykanka doorashadii dhacday 2019 codadkii ugu badnaa Hillary Clinton baa heshay khadarina waxaa la yidhaahdo electoral college kana votka noocaas ama codka noocaana waxaa helay Donald Trump dadka qaar waxay ka faallooyin leeyihiin haddii inta ka horeysa bisha December 10-keeda waxaa suurtagal in codka electoral votku isbedelo oo Donald Trump waayi karo madaxweynenimadiisa saa maxaad ku sharxi lahayd dooda noocaasa
ماي تاعك كي تقول كلمه سوجل كلمه سو دورا شنو وشي كسو بحي لما بدلك واي فصورت الدين تبكي دي دقيسان اي اي سعمان ويي لما بدلك دورا شد سحاقة ونظيفة اي اي ادعبي ماركا اي ونسيب اصلا وقومينا مريكا هاي ستاوحة ويي وقول كيبا تضبية افرطا وقول كيبا تضبية افرطا ذاتك حقا اولا اينا عدي ان ودا كمريكا كو ما يعودين ونسيب اصلا وقومينا مريكا هاي ستا وقول كيبا تضبية افرطا 47% ايان عدكو جديش مركا دواء يعني ديمقراطي انما دواء انما دفع ايديش مركا هالك ديمقراطي انما دواء هالك سيطالة طلبات مرحب دي دورة شدي عيسا ودع بي يدو الله ارقي يوم مالين عدا او خياما كان يوحد سنعي كجين اعطي او تسرونك برم اقوم بيستي زدير مبتري ترديم اللو معلنك لكن ندك اذا تقيتين يوحد لبا هين يهيئين يفهمان ارنتكن وحوي عدك واللبا codka qofku u diibanayo qof walba u diibanayo oo marka la tiriyo sida ka dhacdo dimuqraadiyadda ee Soomaaliland waxa ka soo socota doorashooyin doorashooyinka ee qof walba isagoo kaartiisa haysta iyo codka diibanaya inta badan halka ay marto ayaa marka ay guushu raacaysta taas waa dimuqraadiyadda base-keeda halka ay ka bilaabantay ugu weyn weyn laakiin Mareykanka qaadada waxa ku jirta waa konton gobol wadanka Mareykanka konton gobol gobol walba wuxuu leeyahay codbuuleeyahay marka codka gobolka ma ahan dadka ku nool codka ay diibtaan ee codka kale waxa weeye miisaanka gobolku uu wadanka ku leeyahay marka loo eego dadka ku nool ayaa miisaan la siiyay marka leaderka kale fogaa oo kale iyo ka soo kale wadamada uu dhanweyn weeyo dad badan baa ku nool مليون عدد طبعا هالكلو مليون باب يكون عدد كاليفورنيا مكا عاد يقاد بوغوين انا يا عدد مانيسوتو كاليفورنيا مكر عدد كاليفورنيا وحوك افرطا انكو دووي هالكا نوا كوبي طبعا مكا وحاليس اقوضا عدد غفكا عاد يجيني او ديبتو او تيودي دالله حيو و popular votes با انجليس كاليرا غفكا عاد يجيني عدد او ديبتو او لطيريو انت دعوه هيسي ايوه يضغط اقوضه عدك كالصبح ميسانك قبل وضعوليه هاي مكة ترعها اللائق مكة مكة تنبيه وحا نساعة وقوشو هاي ساعدة قفكي كو قوليسة قبل لدع ميسانك عدك اوليه وذات الكترال كولج وحا لليه الكترال كولج وقوي الكترال كولج مكة عاسي وحا gobolada wadanka Mareykanka inteeda badan ah marka la isku daro codadka ay keenaan gobolada ayaa marka dambe keena guusha waday gabagabadii waxaan ku soo gudbinayaa adoo aad iyo aad aanu kaga mahadnaqaya sida tooska ah barnaamijkan kaalinta dadweynaha oo idin ka imanaya studio-ga Hexagon TV anigu waa Cabdi Maxamed Cali oo idin soo gudbinaya dabcan iyo khadka telefoonkana waxaa ku jira Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo aanu naqashayno siyaasadda dabcan Soomaaliduna ay aad u hadalayso ee dunida ay aad u hadalayso siyaasadda ku dambaysay inshaAllah Professor Axmed inaan ku weydiiyo waxay tahay maxaa laga marka noqoto dowlad Mareykan noocay doonaa tii iyo dunida aan ahayn reer galbeedka dalka Ruushka waxaa la sheegay Trump inuu sheegay inuu saxiif yahay noqon karo dhinaca ruushka oo kale saameyn ma ku yeelanaysaa dhinacan reer galbeedka iyo xiriirkii Mareykan waa arrimaha aan weli la hubin dalka ay u deeriyeysan xuquuq laakiin haddii Trump iyo dowladda Awdifiya ay noqoto mid ruushka saaxiibnimo gooniya la abuuro wadamada reer galbeedkana xumeeya khasaaro weyn weyn ba halka wadanka Mareykanka uga iman doonta dadkuna way ku kacay waa wax badan bay wadaagaan Mareykanka iyo wadamada reer galbeedka oo Western Europe marka
أي كتاب كران سؤال شافرن كوي دي هذه مكا أي نوصل بيرد ده من الدعوانة يا سؤال شهادة سكوبان بكتو قبل قبل دي دورش من ذلك مريك وذلك سومالي ده لجن مريك وحيو تاي ميا سؤال شهادة ها ها وح ولع يوشيري يا ميا أي تاي ني ولع قبان اوه يا من ولع بدن يوجرا ولع بدن يوجرا وذلك سومالي ده وما أحيان ذلك مسلم خافت تمام تبع ملاعبين بعكو جنود ولكن عبد الشيء اللي أنا واحد دوري أهدام مدحمين يعني كم من عدد مسلم اللي راح وطن كلنا نسوه كلي واحد الله يعني أفكر ولا ريا لكن ما بدهم راي مك فهم سن هنا ركوب هنا تاكل بيت كريم لكن شك يعني كي كلمة جنود بدن عدد كصومالي ده يبقى كمسلم كما قاعد هو ثم كذا يقول لي ما لغوب راي للمسلم يهين كوه وبدل بروسر حسما عز مطر وبرامج كي نقلق قادن يأتبانوكا مهات نقيا برامج كنا وبرامج كي كالي تدوينها دورشة دا ترام سيدي اي اي دي سامي سي خدكا سيقو بروسر كبا حيبا نورانيا نين عافس مدشتي ليوان نقندونو ان خدكا اي اي دي فرم برامج كي هادية تعيشي لنا كغيب غادتان طبعا دونالد ترام ما حمد برشدة صومالي دقولي اي حضا حيسو هزياتي بودي حام وحيبو هذا حي برشدة الدون كوردر سيعطي سادشي سيالا شاقي إن دورشيدي سأي ساداليين لابن ميلود أو دادك آدو قسميي أوه طبعا دانيير كنو دالكا شينها أو لطسي لابد الصور إيه لابد فينو دي كتر تميي دورشيد دالكا مرايكنكا أوها دونالد ترامب إي هيلاري كلينتون وحانا دانيير كاسي أو لنكشو كلا بولدي دونالد ترامب إن أصور كيس صوصار رابع هيري أي وساداليي بالكهر إنو دونالد ترامب ونغن دونا مدحوينها دالك مرايكنكا لنا عكلا سيدال الشيغي دينتا هندوغي دالك إنديا أيا لان كميدا وكوطال دالك هاسي إنديا أيا تنبل كيدا ما غوبتا يكو عبادة إستان وحاي كنت عيني سنة دي ستيد بلودبا إنو نغضو دونالد ترامب بدحوينها يغو واركايي إن حاليس كسو صعوطا وكتشوشن دونو حاليس تاسنا دالك مسلمكا يغو واركايي دالك إنديا يدلو دبا لنا عكلا dadka cadaanka iyagu aad u jecel in ay iyo noqdaan kuwa aan looga tiro badan in dalka Mareykanka oo dabcan dalka Mareykanka oo asalkiisu yahay dal ay aasaaseen amaba ay hirgeliyeen dadka u soo haajiray dalkaasi Mareykanka oo ka soo haajiray qaarada Yurub badidooda iyo dadkii reer Afrika ee laga keenay qaarada Afrika ee qaabka adduunsiga loo keenay iyo bulshada hore u sii deganayd ee loo yaqaano bulshada asalka ay degan dalkaasi Mareykanka ay Soomaaliduna u taqaano Cali Baysteenada ay suuq ahaan u yaqaanaan laakiin Soomaalidu waxay u yaqaanaan waa rasmiya oo buugta lagu qoro ma jiro laakiin dadka Indiyaanka ee asalkaaba la yidhaahda
ayaa haddana wuxuu yahay dalay dadka cadaanka tirsanayaan khadka telefoonka qofkii ugu horreeyay barnaamijka farsamada xarjinaya in dhinaca cilada raali ahaada aad maqlisaan laakiin khadka telefoonka waxaa soo geli doonaa qofkii ugu horreeyay oo ciladii aanu inay dhacday barnaamijkuna waa barnaamijkii kaalinta dadweynaha aanu kaga hadlayno doorashada Donald Trump professor axmed ismaaciil samatar waxa uu inoo sheegay in ay jirayso dabcan walaac laga qabo Donald Trump doorashadiisa oo ay qabaan dadka muslimiinta ah oo ay dabcan ku jiraan dadka muslimiinta soomaalida doodu waxay tahay walaac ma ka dabtaa haddii aad ku nooshahay dalka maraykanka iyo haddii kalaba anigu cabdillaahi ruhaanti walaac kama qabin Donald Trump doorashadiisa mar xaqiiqda laga hadlo waayo waxa aan inta badan aragnaa in siyaasiyiinta wadamada dowladaha reer galbeedku aanay wax badan islaamin mana jiri karo wax ka duwan oo ka weyn oo Donald Trump uu soo kordhin karo waxaana ay hadalladii uu ku hadaaqay amaba uu ku hadlay muddadii uu ololeynayay dabcan ay ahaayeen kuwa uu doonayay kursiga inuu ku fuulo waxaa tusaale ahaan imaba in toddobaadkan markii uu booqday guriga cad ee looga taliya dalka maraykanka ee madaxweynaha isagu sii socda amaba xilka ka degaya uu kula kulmay guriga cad waxa uu sheegay in waxyaabihii uu ku ololeynayay qaarkood inuu iska bedelay oo wax ka dhimay dabcan waxaa ka mid ah adeega caafimaadka ee dalka maraykanka ee caanka ee la yidhaahdo Obama Care oo uu sheegay haddii dalka maraykanka ku taabanayso in aanu wax badan ka bedelaynin adeegaasi oo amid ay bulshadu iibsato oo qaabka caymiska loo iibsado ayaa waxaa hore ugu tilmaamay inuu yahay mid uu meesha ka saarayo iyadoo dalka maraykankuna uu dunida reer galbeedka yahay meelaha ugu liita ee bulshadu hesho adeegyada caafimaadka khadka telefoonka kusoo dhawo magacaaga iyo waxaad ka soo hadlayso salaam ku leh burco soo dhawow burco Trump waad kala socotay waan ku maqlayaa si wanaagsan magacaaga t v ga ha igala socon khadka telefoonka igala soco adigu maasa ninkaa burca kasoo hadlaya waa ka xumahay waa ka go-ay dabcan ila telefoonka lewa jiri kartaa barnaamijka marka aad doonayso inaad lasoo hadasho id rayiga ee ka dhiibato fadlan waxaa kaa codsanayaa in marka hore aad shaashada ama telefishinka aad daawanayso ee muuqaalka aad kala socoto iyo codkanba in aad iska gaabiso amaba ad ka durugto qol kale iyo meel kala tagto khadka telefoonka qof kale ku jira magacaaga iyo halka soo hadla suudhu waan ku leeyahy barnaamijka waa barnaamijkii kaalinta dadweynaha oo si toosa idinka imanaya calaykum asalaam studiga waxay kalsan t v suudho magacaagu waxay magacaagu waa hodan hodan xagee kusoo hadlaysa hodan germany waa suudho dalka germanka waaye hodan hodan germanka aada bood ugala socotay soo maaha Donald Trump waaye doorashadiisii aya maxay Trump way ka xanaaqsan yihiin laakiin anigu waxaan odhan lahaa imika dadka islaamka ama soomaalida xoriyad bulshada ma ku haysataa maraykanka waxay ku xun tahay in Trump ka hor waa sax su-aashaada aye ya waan ku dhegeysanaynaa xoriyad ma ku haystaan dalka maraykanka dadka muslimka iyo ama soomaalida dadka islaamku miyay ku haystaan imika dhibaato badan baa loogu geystaa wadanka maraykanka dadka islaamka war lala socda hadday roofayeen hadday soo degayeen hadday dhibaato badan bay la kulmaan war oo aanay adduunka kale kala kulmin anugu imika wadanka jarmanka haddaan ka dhoofo cidina ima kaari basaboorkaygu maa u dhiibe xagaad ka timi iyo xagaad ku socotaa doona lama dhaho war maraykanka aad baa loo baadhaa dadka waran laakiin maraykanka wo dhib badan bay dadku ku qabaan imakaba wat marka ramna uu iska hadlayaa doorashadu ku gelay islaam ma soo geli karaa halkan iyo marka waxaa wuxuu dadku ku doortaan buu islaaye wuxuu bedeli karaana ma jirte way ummad ka xoog badan oo niman agressiifo ka xoog badan baa white houseka kuwa ku xeerane wat wat arrintaa ka duwan ma ku weydiin karaa walaal haddii Donald Trump iyo doorashada Maraykanka hadaanu ka hadlayno waa umaan maanta ka hadlaynaa haddii aad arrin kale weydiin kartana khadka telefoonka ayaad si gaara studiyoga ula hadli karta aad weydiin karta haddii kale waxaa kula hadli doonaa farsameqeynka ayaa kula hadli doonaa haddii aad arrin gaara weydiinayso waad mahadsan tahay hodan aad iyo baad mahadsan tahay barnaamijku waa barnaamijkii kaalinta dadweynaha oo si toosa idinka imanaya studio dhexee karsan t v anigu cabdillahi maxamed cali idin soo gudbinaya dabcan waxaanu ka hadlaynaa Donald Trump waa madaxweynaha cusub ee dalka maraykanka waa nin u dhashay dalka maraykanka kuna dhashay gobolka weyn dhinaca dhaqaalaha marka la eego ee New York waa
نين كان دخلي هانتي بدن هانتي بدن ابي هي سمر كاسينا كو مشكوها افرتن كي سنه غد ابي يي بسمها غنحسي دينا غريها يو هوتيلدا دونالد ترامب وحاو كلية هي غنحسي ودمد مسلمكا سيدا دالكا اماراتكا عربتا وكلية هي غوبا لغو عيارو عيارت لو يقان غولف كا اما بحاشا حيقدا يو حيتي سمالها نغان اينا عيار سمالدو اي اوشا لغو ودفضو اي كبدير او عانا ولو يلاحظوا غولف اي كلية هي تاسي او مجي عيسى مكي وكل الاغين المسلمين تمنو ايو الشيقي ان مجي ترامب لغا بدلي حسياتي ولي غنعسي هاني سيقولي هاي زيوكرانا مجالة دا اسطنبول اي دالكا تركيا اي غنعسي عاصمة دواء دالكا سي مسلمكا وحاو كلية هي دارها او دادير ee dalkaasi leeyahay oo la raaxdo Trump Towers dabcan waa nin dibadda muslimka ka ganacsaday oo ganacsi ku leh lana macaamilo ganacsatada muslimiinta sida la sheegay waxa la sheegay magaalada New York dhismayaasha waxa loo yaqaano apartments ka ama condominium ka ama dalka Britain waxay u yaqaanaan flats ka ama guryaha dabaqyada in dalka Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga ay yihiin macaamiisha ugu badnayd ee 18 sano soo dhaafay uu ka iibiyay goobo uu ka siiyay malaayiin هات كتلفون قف كلا كتيرة سولو بقول إبرانش لا لا أت كتير تبرع بيش كذا معصم هذا عبد الرحمن ما قاعة كان لندن عبد الرحمن هو يا عبد الرحمن برع بيش كذا سعوت أنا وياه دونالد ترامب يدور شنو ذاك مريك من خلال لنا بس أنا ما كوجي يلاتي عبد الرحمن يا وكل سعود اخذت التلفون في كل سعود واحد كل واحد مقلى تذكر سومالي تشوكا وكل جيس عبد الرحمن يرى لسعود برامج كشرعي جيس ندم كيس مريك التلفون في كل سعود يا يا عبد الرحمن احرجيني اخذت التلفون في كل سعود صورة تي في كان عبد كل سعود لان هذيك الاسم اخلي بينه برامجك وكل ورية فلا أنا كحمة عبد الرحمن وكنت بيوقتي قلنا أنا قاعدين قف كل أيه كتير أخذت تلفونك زلمة كل أيه ما قاعد أيه هل كانت قصة الله سو وعبد قصة الله يعني بينجم عبد بينجم ما بينجم ألباما أيه قصة الله سو بس بينجم إنجلند بينجم يوكي يوكي زلمة كل أيه واي واي سلام سلام وحن وحوا political speech سمعت وعايز خلاها مسلم كبار بكسر يا وان قرني أنا أنت سو برش وبرك ما أنت كده عادي ورسوني وبوباما ويكو رين بوش كلينتون سمعت قبل بود وش أو خلاص أذكر أو مبرم ما دام بليش كعدان كوبرين هاي بريكة ayuu markina codkaaga halug sii buun markina ku jirtay so waan ujeednaa maalinta ugu dambeysay oo white house kuu booqanayo su-aalo badan baa lagu weydiiyey waxaan ku jiraa oo positive markina oo answer sii dadki marka wax uu ka bedelay ku bedelayna ma jirto dadkana oo hadda dhegeysanaya tv ga kalsan tv waxaan ugu baaqay inaan walwal iyo dhibaato aysan ayagu soo abuurin oo nuuyi meesha waa laga yaabaa in oo siyaasada dibadda arrimaha dibadda wax un ka bedelmaan sidaan ku maqaano dalka maraykanka way marka waxaad leedahay waxbaa warwarin aad marka walaac kama qabtid baad leedahay in Donald Trump oo matalan soomaalida dalka maraykanka joogta ee uu magaalada Minneapolis uu ka qayb qaadayey ee uu sheegay in qaxootigaasi uu wax ka qaban doono oo dadka yacni sida loo turjumay hadalkiisa inuu dibadda dhigi doono dadka weliba aan noqon weli dhalashada maraykanka aan weliba qaadan tam wax saas inuu ku bedeli karo ma u malaynayo oo markina dadkan dalashada maraykanka qaadan inuu markina tumbaraanka dhigo diyaarada ku aruuriyo wadankaasani u celinaya oo dhaho waa wax markina arrimo kale ku waaweyn ayaa ku furan oo syria kamid tahay oo kamid tahay maarkino iraq oo meelo badan jirta marka muumaleynayo arrinta saarig walwal saasan inay dhaceyso wadan walba waa weydaha maxaalahan marka muumaleynayo aad iyo aad baan kaaga mahadnaqaya abdi kasoo hadlayay magaalada Birmingham ee dalka Britain ama gobolkan England
خدك تلفونك قف كلي كشر ما قاعد برامج كوحرجين الله سعتين وحين بيجينا بالولاعة بلش إذا وحين برامج كقياس كرنا سيد الصومال دو أيو أركان يعني ولاعة كقبان دونالد ترامب دورشنيزة يين كلي برامج كقف كي جدا بي أي كشر خدك تلفونك كسرون كلي كشر تأخذ تلفونك وقتي أنا كفاية سنة السلام عليكم كجرا قطر. وات كجرا عبد الله محل علي بقول الله يا استديو قصي توصل لك ما غليا بالشدن وكم غليسا وام حي ريقو ما قاعد نور. السلام يا مخوري تسلم لك بعدي. أخاك. أنا كهذا يا أرنت لعب كهذا يسي مركو أورس أولا ولا وحوي تسلم إنه هاي أنا أفك إلهي بعد أم بلاي إلهي بعد كوش القرآن كيسة وحي أو قريها. واي ما ما يروح جوجنا أما عن مريكن جوجنا إن هذا ساعات ومد وقت كون كان إلها بس كان إلها برا أبوتي إلها بنا ننكو دون أديبي وقت هذا ساعات مسلمين تأمي أنا هاي الدجية واي إنت أصلا ربع يا وسلام عليكم السلام هذه أبو ما أصلا صحيح واي واصلة وي طبعا قف قصة مسلمي أدركوا أمسين لكن هذانا يدرس سايت هاي أيه هذانا وحش ما دكم ما هذا إن الله كبدا دي ميل بيرسن فيلس هذه هو جميع نصوب حدا مع سامي مبشر كوي لنا يا قدر كذا يضع واصل مع سنتي رجع وانسول هويني وهم يمكن كلام تدوينها وان هذا هنا كل يدي سود دوينه طبعا وحن سو قرني قبل قبلي برامج كا وحنا أنا والله ما حنا غير برامج كا سيتو سقط كتلفون كا وصل قريب هذا جوجل كام من صوتا بروفيسور أحمد إسماعيل السمطر وان كنا بشنين على سامي تيوح يا بهي وكل لي دونالد ترامب مدحوينها لدوطي إيه دالك مرايكنكا والله في ليه بيشيكو بادي صند كان صوصة دا إن او لوريقو تلادا دالكاسي مدحوينها يقو بدالي دونو مدحوينها لنا عانكس وچيدا قارد أفريكا إيه بيهيها أفريكانكا إيه براكا أوباما والله شاقي إن او مبضي مدحوينة أن سامين وينكو يغلانين قارد أفريكا إيه دولي دين تدكالي أنا شاقي إن عريامين لبدا قولي إيه بارلا إن دالكاسي مرايكو كلي يهي House of Representatives كاملا قريقا وكيلة دا إيو سنتكا مركا وحنيوك دونا دونالد ترامب يدو لابونا تلمامي إن مادي سياسة ديد إي سعوتي إي صوب سعوتي سنة دي ستيد بلود أي حرفا سيكاسي سعان دونتو وحنيوك دونا حيباها راعي دونا إي لسعان دونا سياسة دا ودونالد ترامب كانو يدو لرجين إيو كوحد الورنجي لي تي بارتي اما دالك ريم ريكن با فهمية واح كوحدة ان عانكا هاي لان حزب رسمي ان هاي لان حزب ديمقراطي اح الا ان حق شركة ان الاغا يابو ان اي حبين كنقضان دولة ديسة وصوري سيدونا تاس الاغا يابو ان اي سامي كو يلاتو سياسة دها وكا غالي كرو الحوين دونالد ترامب رامج كنت اسان كسوكا بقمي دونا اني واح عبد الله محال علي انت بدي مكل من دونا تضبات كدبو ان يجي دونا لحدو ان كان شلين هاي صمالي دو اد بيوه الله يسا وحد لين هاي وفرصة من الاستوديو ده بوعنا يعني بو عبد الله وإذا لم يلا شوفتها بنا بدأ ينحرش ديبه كوركينا هاتو نبت قريب